السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الأول ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو تسارع الجاذبية الأرضية. سنتعلم اليوم بإذن الله ونصف مجال الجاذبية ونربط انعدام الوزن مع أجسام في حالة سقوط حر. ما الذي تراه في هذه الصورة؟ ركز جيدا، ترى مجموعة من الكواكب تدور في مدارات ثابتة حول الشمس، أليس كذلك؟ وكما هو واضح أمامك الآن، فالأرض إحدى هذه الكواكب. لماذا تحتفظ الأرض وباقي هذه الكواكب على مدارها حول الشمس؟ تحتفظ بمدارها، مدار خاص فيها حول الشمس. لماذا لا تنفلت بعيداً أو تنطلق في اتجاه الشمس وتصطدم بالشمس؟ ما هو السبب يا ترى؟ لمعرفة ما يحدث جيدا، يجب علينا أولا أن نتذكر تفاحة نيوتن. هذه هي تفاحة نيوتن. ركز جيدا في الصورة وفي المخطط النقطي لمسار التفاحة، ماذا تلاحظ؟ كما هو واضح، فإن التفاحة كلما ابتعدت عن الشجرة واقتربت من الأرض زادت سرعتها. كيف عرفنا هذا الكلام؟ كيف عرفنا الآن أن هذه التفاحة زادت سرعتها؟ تلاحظ أن المسافات بين النقاط تتباعد كلما ابتعدت التفاحة عن الأرض. إذن لابد أن هناك قوة أثرت في هذه التفاحة وجعلتها تتسارع نحو الأسفل. يا ترى ما هي هذه القوة؟ جميعكم ستقولون بأنها الجاذبية. تعلمنا في الدروس السابقة أن هناك قوة تجاذب بين الأجسام بناء على كتلة هذه الأجسام من خلال قانون القوة تساوي جي كتلة الجسم الأول في كتلة الجسم الثاني مقسوما على المسافة بين الجسمين تربيع. أليست هذه التفاحة الآن الجسم الأول؟ ما هو الجسم الثاني التي تتجاذب معه التفاحة؟ هو الأرض. إذن هناك قوة تجاذب تسحب التفاحة نحو الأرض. إذن مهدت مشاهد سقوط تفاحة نيوتن أساسيات وضع قانونه. خلينا مع بعض نتعرف ما هو قانون نيوتن. إذن يمكن إيجاد تسارع الأجسام الناشئ عن الجاذبية نحو الأسفل باستخدام قانون نيوتن الثاني وقانون الجذب الكوني. إذن قانون نيوتن F تساوي G في M واحد في M اثنين على الR تربيع. الM واحد اللي هي كتلة الأرض، الام اثنين اللي هي كتلة التفاحة، وخلينا نلغي رقم اثنين. من قانون نيوتن F ماذا تساوي؟ F تساوي M في A. إذا نستطيع كتابة هذا القانون بشكل آخر، M في A تساوي G في كتلة الأرض في كتلة التفاحة مقسوما على المسافة بينهم تربيع. كتلة التفاحة تختزل مع كتلة التفاحة، ويبقى عند القانون بالشكل التالي: A تساوي G في كتلة الأرض مقسوما على الR تربيع. الآن بما أن تسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية G، والمسافة R هي نصف قطر الأرض، إذن سيصبح القانون بالشكل التالي: الـ A نكتب بدالها G تساوي G في الـ M في كتلة الأرض مقسوما على R E تربيع. لاحظ عوضنا الـ A بـ G والـ R بـ R E. الآن من علاقة السقوط الحر، كتلة الأرض تساوي التسارع في الجاذبية مقسوما على الـ R
إذن أعوض بقيمة الـ MA في هذا القانون، وتصبح العلاقة بالشكل التالي: A في الـ R تربيع مقسومة على الـ G تساوي تسارع الجاذبية الأرضية في R تربيع E على الـ G. إذن تختزل الـ G مع الـ G، ونكتب هذا القانون الآن بدلالة التسارع A، نريده بدلالة التسارع A، يصبح بالشكل التالي: A تساوي G في R تربيع E مقسوما على R تربيع. الآن نأخذ العامل المشترك للـ RE، إذن تسارع الأجسام الناشئة عن الجاذبية يساوي تسارع الجاذبية الأرضية مضروبا في الـ RE مقسوما على الـ R الكل تربيع. إذن هذه هي العلاقة التي أوجد من خلالها تسارع الجاذبية لأي جسم حر بعيدا عن الأرض. إذن تسارع الأجسام الناشئ عن الجاذبية تعريفه هو معدل زيادة سرعة الأجسام عندما تسقط سقوطا حرا نحو الأرض، مثل قفزة فيليكس، فهو قفز وسقط سقوطا حرا نحو الأرض، وكان تسارعه A يحسب بهذه العلاقة. G هي تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 من عشرة، و RE هو نصف قطر الأرض، و R هي المسافة بين الجسم والأرض. نأخذ سؤال، اختر الإجابة الصحيحة: كلما ابتعدنا عن الأرض فإن التسارع الناتج عن الجاذبية يزداد، يقل، يتضاعف، أو لا يتغير. ما رأيكم؟ كلما صعدنا وابتعدنا عن الأرض، هل تزداد الجاذبية أم تقل؟ ما رأيكم في رواد الفضاء؟ هل يتأثرون بالجاذبية بشكل كبير كما نتأثر نحن في الكرة الأرضية؟ إذن في الجواب على هذا السؤال هو أنه ينقص. إذن كلما ابتعدنا عن الأرض فإن التسارع الناتج عن الجاذبية ينقص. بالتأكيد أنك رأيت صورا لرواد الفضاء مشابهة لهذه الصورة. كما تشاهد فإنك تعتقد أن الجاذبية لا تؤثر في هذا الرجل. في الحقيقة هذه الحالة تسمى بحالة انعدام الوزن أو زيرو جي، زيرو جرافيتي. هذه الحالة يكون فيها الوزن الظاهري للجسم يساوي صفر. إذن رواد الفضاء يتأثرون بالجاذبية، ولكن بشكل بسيط جدا جدا جدا. كيف يحدث هذا؟ لو تأثروا رواد الفضاء بشكل بسيط لرأيناهم ينجذبون نحو الأسفل بشكل قليل على الأقل. ما رأيكم عندما نقوم بالسقوط من فوق مركبة فضائية مثلا نحو الأرض؟ هل تحسون بأوزانكم وأنتم تسقطون نحو الأرض؟ لا، لأنه لا توجد قوة تماس بينك وبين أي جسم حولك، فتحس بأن لا كتلة لك ولا وزن لك. نأخذ سؤال: رواد الفضاء في المركبات الفضائية يبدون عديمي الوزن رغم أنهم يتعرضون للجاذبية الأرضية، لماذا؟ ذكرنا أن السبب إذن لأنه لا توجد قوة تماس تؤثر فيهم. هو لا يتلامس مع أي شيء حوله يجعل لكتلته قيمة ويبدأ يحس بالجاذبية. هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ تسارع الجسم الناشئ عن الجاذبية هو معدل زيادة سرعة الجسم عندما يسقط سقوطا حرا نحو الأرض. هل هذه عبارة صحيحة أم أنها عبارة خاطئة؟ هي عبارة صحيحة. إذن تعلمنا اليوم عن تسارع الجاذبية الأرضية،
وتعرفنا على حالة انعدام الوزن، وتعرفنا على مجال الجاذبية، وتعرفنا على الوزن بشكل عام، وعلى تسارع الجاذبية الأرضية. هذه مراجع درسنا لهذا اليوم، وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطني. نراكم بإذن الله في حصص قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.